الحقيقة نصيحتنا إلى الحكومة وإلى شعبنا المتظاهرين، على الحكومة أن تراعي ظروف الشعب العراقي وتلبي جميع مطالبه ولا يجر البلد إلى منزلق خطير، وعلى أخوتنا المتظاهرين عدم الخروج عن القانون وعدم الضرر بالمال العام وعدم المساس بكل مؤسسات الدولة، مطالبهم مشروعة. ونحن كمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سنراقب عن كثب كل ما يجري. لدينا 460 ألف ملف انتهاك لحقوق الإنسان مقدمة إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية، وأي ملف لانتهاك حقوق الإنسان سيحدث في العراق أيضا سنوثق هذه الملفات ونرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية. ليس غايتنا الإساءة إلى الحكومة أو إلى الشعب، بقدر ما نريد أن نحافظ على دم العراقي والمال.